اهلين البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ توحشكم بزاف بزاف. كي دايرين؟ شخباركم؟ لاباس عليكم؟ امور مزيانه نتوما والعائله ديالكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم فيديو جديد كما كتشوفوا، راني شويه الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحقيقه بصراحه ما نكذبش عليكم، نهار اللي شفت الفيديو راه مت بالضحك على راسي، قاعده في الكاميرا بحال شي زنزونه. ولكن راه ما تنساوش البنات، الله الا الدرس كان ضراني وما باش نزيد عليه عثمان نزيد عليه، ما قدرتش كاع نهضر. والله عرفتي المرض صعيب صعيب بزاف، عرفتي دازت عليا داك النار، ولكن الحمد لله الله يغفر بها الذنوب. ومسكين عثمان طيب لي الفطور، اللي خطي عليا واللي خطي رجالتكم عليكم. المهم اليوم فيديو جديد ونهار جديد مميز، مع عرض علينا عدوزتي شحال، يعني مده ما بقيت شتها، وغادي نفطروا عندها وغادي نديروا ندوزوا 27 عندها ان شاء الله، غنباتوا عندها ان شاء الله، وغديكم معايا طبعت الحال في مشيت في مشيت راجع غادي ديكم معاها. المهم راه كما كتشوفوا راني بخير، وشكرا بزاف على البنات اللي يسولوا فيا في الانستغرام في الواتساب، الله يخطيكم البنات، والله عرفتي شكرا بزاف على خطيكم. وكنوجه تحيه لماما مال، هنايا راني وليت لاباس بخير على خير، انت كتشوفي فيا. المهم بلا ما نطول عليكم، لقيتوني يلا درت واحد دوك رسميت عليهم، اش كيقولوا اليوم؟ هذا الورقه جابها لي عثمان، ودرت اليوم عمرت الورقه مثلثات، درتهم في الفران، عمرتهم بشومبينيو بالدجاج، غير الله يحفظ لا تحرق. المهم انا ارجع لكم بلاتو. لا لا ما تحرقتش البنات. كنت دابا عثمان يجي مع الدا يحيى داه باش غيجيب الموطور ويجي يهزني باش ندي بزاف ديال الحوايج عندي خاصني نديهم معايا، راكم عارفين غنبات تمايا طات الحال. المهم غادي يدوز معايا هنايا ان شاء الله باش ما عطى الله قبلوا على رجاء كيف ما جا الفيديو. المهم والله عرفتي بصراحه ما نكذبش عليكم، ملي كتمرضي وسيرتو في هذا الحجر صعيب صعيب الحال، ملي كتمرضي في الاوقات يعني الاوقات العاديه كانت الام ديالك تجي العائله ديالك بعدا كتجي كتشوفك كتحسي بواحد الاحساس زوين، وسبحان الله مني وقع هذا الشيء كتحسي براسك بحال ما عندك حتى حد، ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد لقيت بعدا عثمان حدايا بجنبي، يعني لهلا يضر شي واحد صحته، لان الصحه هي كل شيء. المهم انا كنضحك عرفت مني اليوم صافا عرفت مني. المهم قرروا الفرحه الفرحه، حيت غادي نمشي بعدا نبدل غير الجو، والله بغيت نبدل غير الجو شويه لان جاني الاكتئاب في الدار، ولكن الحمد لله هي راه قريبه حدايا ماشي بعيده، غير هنايا قريبه غير الشقمه تاني عندها. واليوم كل يقدر عثمان راه غيصور كاع ديديكاسات تاع الناس، اليوم غادي يصورهم وغادي يقول ديديكاسات، واللي اول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش يتابونا وما ينساش يدير لايك وما ينساش يفعل داك الجرس اللي كيكون حدا ابوني صابوني اشتراك. المهم يكليكي عليه باش يولي وصلو كل جديد ديالنا، فيما تحط شي فيديو وصلو. المهم وهذا واش كنت نقول لكم نتفكر، صافي هادشي اللي كاين. المهم واللي بغى يدير شي اهداء لمول اختو الخطيبه ديالو الزوجه ديالو الوليدات ديالو، المهم يكتبها ليا في هذا الفيديو باش نعاود الفيديو الثاني ان شاء الله غنشبعكم ديديكاسات. غنبقى ديما ان شاء الله نحط لكم ديديكاسات، لان بزاف الناس عاجبهم الحال وباغيين الاسماء ديالهم يتسمعوا، ونتمنى من الله نكون على حسن الظن ديالكم انا وعثمان، ولا يخطيكم علينا حتى نتوما راه كتوقفوا بجنبنا، وبقى واحد الفرحه زوينه زوينه غادي نشاركها معكم ان شاء الله. ماشي دابا المهم خلينا لكم مفاجاه، خليكم تسناو 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 شويه. يلا المهم ما نطولش عليكم، يلا نوريكم حقاش اش طيبت واش ندي معايا. انتم البنات صوت البريوات جو زالين، بقات لي الحشوه هي خليتها هنا، والورقه حتى هي شاطت ليا وخليتهم حتى لغدا، ونصايب نصايب بريوات هنايا في الدار
هادو غندوهم معانا ناكلوهم. درتهم بشامبينيو دجاج وفيرميسيل عرفتي كيجو، ودرت شويه ديال الحرور عرفتي كيجو واعرين. ها نتوما شوفوا مقربلين طالق الزيت، انا ما درت لا زيت لا والو البنات، الزيت كره ديال الورقه هي اللي طالقه في اللاطه. والمهم هادشي اللي كاين البنات، المهم نتسنى عثمان تيجي وغادي نمشوا. يلا صافي، ها هو جا عثمان ضحكنا باكي نقولوا داك الشط كتشط قلبي داك الراس. سمعي سمعي قالك لنا بسم الله كان لو شعره في الكريمه صلي في شعره في عمر هذه في الحديث صح وقل ربي زدني علما. كتبوا لي في الكومنتير اللي عارف هذا الحديث. يلا زوجتينا شي حاجه انا دابا غنمشيو البنات. يلا معانا يلا يلا معانا يلا يلا معانا يلا ما قلتش لي السلام. السلام عليكم لاباس عليكم كلشي بخير صحه لاباس امور مزيانه. المهم على سلامه راه جايه بس بخير بحال ولات بحال العود العوده بحال العوده. يلا البنات يلا البريده واحد البريده ما نقولش ليكم البرد زوين عرفتي. البارح كانت الحرارة بزاف، اليوم البرد وحتى عثمان كاين البرد اليوم. مرحبا بيا عندكم أتعحي يا ناس عثمان اي برشي مرحبا بيا عندكم أتعحي يا ناس مرحبا بالمريضة. يلا البنات نحيد التليفون الله يصدق مكرميني في هاد العشيه. نعم غتغوت قال لي شنو ندير دابا قالت لي عدستي وما قالت لي دير يدك في عندك قلت لها زيد اش غندير؟ صدعنا اش غندير اش غندير؟ الوالده قالت لي قالت لي قالت لي يدك في عندك وغوت قتلوا واحد الفار معاك هذا راه خبز كامل كتشدو كديرو في هذا في البوط في البرا. سير 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 بحال هكا ملي كيبغي يقتل يدير لي الحلم هذاك اللي عندك الله يجي يقول لي ها بابا الله يرحمه هذا قلت لكم الخبز كارم كتشدو خبز عادي وكديرو قالت لك في الفران حتى كيكرم عاد باش كدقو به هذه كتعطي العصبين تجي تصايب عاد باش اوه وانا دابا جايه عند الشافه خاصني نتعلم وكيطحنو هنايا كيديرو كاع وين هي هاد القضيه اللي كاين عجبتني ديال ديال الشيفون كتشد الشيفون كدير الماء اللي قام شوف كدير الشيفرو وكتصفو ها انتوما دابا دابا واش فيه هذا اش فيه هذا الشيفرون ها والربيع الشيفرون ولا الشيفرون 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 السلوق ياكي ها شويه الكامون غادي ديرو في التحميره حاره شويه تخلطهم شويه الملحه وكنديروا الفورماج وصافي نجمعوه بالخبز اللي طحنا دابا. المهم انتم غتشوفوا الشيوة من بعد تبارك الله على الميمة تبارك الله على الشافة يلا هو خدم اخدم راه خدمتو صافي راه غنعيط للجمعيه ضد تعنيف الرجال راه كاينه داروها راه انا اللي خاصني نعيط على حقوق الانسان. والوالده الوالده دغيا نساكن قالت لها قدي حاجه عيط قالت لها عيط عليهم الوالده نساكني ما قلتش عليا قالت لكم الخبز المطحون قد قريعه قد هذه دايره 300 درهم هذاك علاش ما نصايبوش انا بوحدي وريهم ها انتم كيف كتجي ها كنديرو لها بحال هكا عندك تبالي عندك تبالي
بحال هكا وكنقليوها. صوالح البنات ها انتم واحد القريعات شحال خديتيهم اخواتي؟ القريعات 368 غزالين شو قداش؟ جوج 68 وحده لا الوحده جوج قالت لي ويلي قال لك وحده شوفي كان وحده واحدة ب 360 عرفتي زوينين غزالين حفقوني حطي قالت امي حطي قالت امي هادي دايره فيها الزيت الرومي وهادي دايره فيها زيت العود هانتوما شتو قداش خبيبرة يعني عطينا طعين فيها زيت العود لا عرفتي كبيرة راك عارفك عزيز عليك زيت العود شو انت تبارك الله زوينين تبارك الله ما شاء الله والسدادة ديالهم بحال اللي ناقص ياك اللي ناقص هذيك السدادة ديالهم سبحان الله سبحان الله سبحان الله رشيت عليه الماء انت كترشي عليها من اللور احنا بدينا القليان عثمان يعاوني دير انت يلا سير كم دير؟ عندك شفت فيكم؟ لا لا اجمع في كل شيء اجمع في كل شيء عندتهم صغيورين شويه شوفوا 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 واش ما غاديش تطيب الحوت؟ غنطيب انا ما غاطيبش الحوت باقي غيطيبو حطك مالنا سمعوا سمعوا قال لي ما كنعرفش نطيب جابني تل عند موزه اللي ضحك عليا جمعتي جمعتي شنو الفرق؟ اش كنتي دير؟ ها؟ اش كنتي كدير؟ لا هي جمعوها بالخبز بجمعوها كنجمعوها بداك الخبز اللي دقينا وحنا الناس ديال الشابلير الحادقين انت ما غاتطيبش شوف راه طيب هذاك شوف الحاجه اللي خايبه ياكلها هو الحاجه اللي زوينه نعطوه كل شيء نعطوه الضبطي الكامل خيبه اربعه شحال كاين؟ كنت كتقول لها امك عايشه مسكينه الله يرحمها تقفي معايا كيف؟ وتقول لي ولا خاصك هو ضرب لك التفصيل كامل انا مخسره الله يخسرك انت ضربتني خسري لي هذا بوحدي تقلب قلبي ما قلبك تقلب قلبي ما قلبك بدي قلبي غير تحرك كنصايبو المعقودة المعقودة ولا النفوسة ولا مخية مخية معقودة هم جالسة ما تخلي كلمة تخلي كلمة تخلي كلمة تخلي كلمة تخلي على الزينات تقلب لي عيني هانتوما شوف كي دايره زوينه 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 وبنينه هذا خليه فين بغيت لا ما غنبوش 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 ما نبانش يعني ما نبانش غير تهدي انا كيبان لي انتم متعاقين بالله هكا خلصنا خير خير السي عبد الواحد ثلاث اليوم كنا غنديرو فيك مقلب لا الحمد لله واحد تهبطتي في لك تبان عليك مفوق انا عليك مفوق مكاد على المقالب على اللي فيك فيني بارك انا راسي غير مقلب طب لا ندير لك مقلب خرجوا الكرون خرجوا الكرون ديالك لا ما حيدوا مضمونين بغيان دي ماري مشكلة المشكلة نقول لك مقلب ما تصدقش عارف هاك سولين عليا واحد كم دقيقة لا 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 غتا معاك معاك وحديتي غنعيق راسي في الماري في المكسيك في الموطور شادنا قاتلنا بالعصيان وعثمان لا انت ما قربش والله ما قرب لك
مازال عثمان هي عثمان راه يدخلوا شي لكامات غيصوب عي طيب موسطيل ماشي موسطيل كلامار كلامار حاضرين عليه عادين المعن من الاولين عاد مخبينه واخا عبد الواحد كيعاون الواليده ياه في المعنات ياه قولوا بحال السي عبد الواحد تلقاو الفريشه ياه عطيني نغسل مع الله ما خلينا نغسلهم لا خاصك الفلوس واقيلا واقيلا خاصك الفلوس ونحلك ماندا لا ماشي ماندا ماشي ماندا ماشي ماندا ماندا هذيك اللي قلت لي ماندا قلت لي ماندا بلاد ملي كيكون مخصوص هاك يبدا يقول هذاك شنو خاصو كنهضرو عليه هذي مانجا غادي هي بحالها مع الليمون كتجي زوينه البرتقال ويلي الليمون قرع عافيه بركاش 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 ديال الصوم السي عبد الواحد كيطيب لي نفس الحوت وفهذا سيكيا صول صول سيكيا مرحبا نزلي الحوت مرحبا بكم الله يحفظك الصوم الى الدول الاسفل انا جروفي جرفي نهاري جروفي جرفي جرف او الجرف هذه راه معلومه زوينه هذه راه جروفي هو الجرف بصح حنايا راه كيشي مصطلح في الدارجه ديالنا راه من اللغه العربيه العربيه فصحى اللي كانوا يهضروا من اليابان وكذا اصلا في الاصل ديالنا من اليابان لا هي حتى دابا ياباني ما كتشوفش في الدوله ديالنا راه كاين ياباني شوف عند واحد باش اللي كتدوزي ما كيشبهش اليابانيين حتى شنو هي راه كنديروا واحد العشبه كنديروا الصفار هناك من الباب كاع الباب ها علاش العشبه؟ عيني الحمرين والخرين شنو الفرق بين اليمنيين شنو الفرق بين العشبه اليمنيين دايرين الفرق وحنا عاديين عجبتكم شي وحده شي وحده يمنيه كتبعنا وعارفه فين الحال وعرفتي ديك العشبه اللي كيديروها كيديروها هذه عاديه 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 هذيك العشبه اش بغيت دير وخلا سميتها القات 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 بحكم لما دوك اللي كيغنوا كيكونوا دايرين لهم كيسحب ليا لعبه شي حاجه لا لا ناكل هو هو هي فيها بحال بحال البنج بحال المخدر ناكل هو فيا كلها باش يبقى داير حيت دابا عثمان لما قلتي لا يغوت لا والو جيبها ليه كيبقى ياكل فيها صافي دابا صافي ها هما جابوا لكم اش اش غادي ديروا ها انتوما جابوا لكم اش غادي ديروا اش قول لي مس عبد الواحد اش ديروا العرجات وانتي بهذا قتلنا طبعا عاد خمر لي ديروا ما ديروا ما يوصي تلاو برجالاتكم تلاو عيالاتكم ها الصور حتى الصور هذا والصور نسيت يا صاحبي وهو معقول دخلكم معقول شعبي توي لا لا اختي لا اكثر من الدوخه لا لا اختي لا اكثر من الدوخه باش اللي قاعه راجلها تهنى منه شويه ما ضرب به بالنوير بالنوير اللي قاعه راجلها وي ما حنا كنضحكوا عارفين بزاف العيالات يعني بزاف العيالات كيتفرجوا مع رجالتهم شحال من وحده كتكتب ليا كتقول ليا كنتفرج مع راجلي المهم تحيه لكم كاملين من هنايا تحية للناس اللي لبس الديكاس على سي حميدة تحية للناس
كلشي كلشي راه الفيديو الثاني غير يدير لكم ديديكاس مع هذا الفيديو غير يجي طويل ياك عثمان ما راه كانت مقلوبه يلاه فاقت يجي يقولوا لك غير شويه ديال الحوت يمشي قعده قلت السيد كيقري الحوت هذا هو باقي كيقري باقي سخون قلت لك كيقري كيقلو فيك كيقلو فيك شوف عندك دار مع عصير صب عصير غسل تبارك الله وغسل المواعن هذا كيشم السهم كي يتسهل ما تخليش يطير يتحرك ماشي عبد الواحد راه الحوت صح عبد الواحد ما قالت كي يتسهل وكتشوف فيا انا انا راه مسهل من الوقت الحوت الحوت انا ماشي حرام عليك يتسهل ها انتما سويلات دوك دوك شويه دوك شويه راه كنت في الاول في الاول الله راه ياك شو تقول لا بصح انا عطشت اليوم واخا ماشي شحال خبزه اليوم لا عثمان خلي المهم البنات بلا ما نطولوا عليكم ما بقى والو الفطور تنحطوا الفطور وهانتوما معايا ها السي يحيى هوايا عمو شرالي كاسك باش يتكونيكتا يحيى وا يحيى وانت فينك وانت كي داير لاباس عليك وفين شاده ها 2015 احنا كنصيبو في الطبيله هي السي عثمان لاباس بخير سمع سبحان الله القران قالوا في المسجد دايرين القران دايرين في المسجد راكم عارفين مع اليوم 27 راه سقيت سمعوا سمعوا غير القران سبحان الله سمعوا 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 ايوا يحيى الزين يحيى الغزال الفنون حنايا قادين الطبيله بقى اتاي بقى ما حطيناه صح تفاطم تبين جبن هو ان ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد يلا بصحة وراحة هلا فهم اللي غادي وخليت الحي ما نجيبك الفنيدة يا يحيى لا بلاش بلاش الفنيدة تاش الفنيدة ما نضركش في المعدة يلا دابا هو ثمانية على هو مني شاف مني شاف هو يا المصرية باقي نضر المعدة شوفي الصحة الله يعطيك الصحة احنا ما ضرنا معدة دابا الله يعطيك الصحة والله يعطيك الصحة والسلامة صابتها بالتفاية والله يحفظ جميع المهمات جيت هنا وبصحتكم انتم عشاكم وصحوكم حيدوا من حداه الزلافه اللي طيب بلغ المقصود الجامع امين ها واحد لقمه المتتبعين ديال القناه رجعوا امي حاجه عاد تخفيو مع خليهم لي قولي احنا راه خير ما عندنا في الدار لا دابا لك لاد صغير عايش صغير في الجر يخرج يمشي دوايا يهضر صافي ودابا عقور لا حتى الدار حتى الدار ماشي يخرج لا ما كاينش خروج كيضحك عليكم غتمشي للصالون لان ودوز الكوزينة لان وطلع السطح لان صافي ما كاين خروج بهذا الحجم الصحي يا وي اللي كدا شي حاجة يقعد في خيمته المهم بصحتكم وعوشة مبروكة باش ما تمنيتو نتمنى هاد الفيديو يعجبكم تاع هاد النهار اليوم ها واحد دار دوسي شوفي دوسي تحية للجميع تحية للجميع بدون استثناء نتمنى هاد الفيديو يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك واللي اول مره يشوف القناه ديالنا ما ينساش يتابونا وسلام عليكم تقولوا بسلامة وتبقاو مقابلين مع الكاميرا مشغولين يلا بسلام عليكم.